تغيرت الوجوه وبقيت المقاهي الشعبية صامدة أمام عوامل الزمن والتطور، فكان يقصد كل مقهى أو القهوة كما يطلق عليها محلياً شريحة معينة من المواطنين لقضاء وقت الفراغ وتبادل الأحاديث والأخبار. وقد اعتاد أصحاب بعض المقاهي التجول في الأسواق حاملين الدلة لصب القهوة إلى جانب الشاي لعملائهم من التجار وأصحاب الدكاكين المجاورة. اليوم لا تزال هذه المقاهي تمثل جزءاً لا يتجزأ من حياة هؤلاء الذين يجدون فيها الراحة النفسية ويرفضون التخلي عن تراثهم. الإنسان يمشي يتسوق يقعد يطلع من بيته ضيقان خلقه يجي يجلس القهوة يلقى ربعه يقعد يشرب شاي بس، رجال تعرفه ويعرفك تقعد تحكوا على وضع اللي عنده وعندي بس، هذا يعني وضع بيتية عشائرية كذا بس نحكي. جلسة راحة يعني نشوف فيها الأصدقاء، نتداول فيها أحاديث البلد، التغيرات اللي تصير بالبلد، التغيرات تصير بالعالم. يعني تقدرين تقول إن الجلسة في آراء كثيرة، معلومات مو عندك تأخذها من غيرك، تعطي معلومات لغيرك. للرجال تغيير جو، للرجال تعرفين على ناس جديدة. القهوة هني مثل ما انت شايفة بسوق الكويت، سوق الكويت تعتبر مركز، فاللي ما شفته من سنوات تشوفه. يعني مثل ما تقولين هي ترابط وصارت مثل ما تقولين لنا بدمنا. تركي شاب رفض التخلي عن تراث الآباء والأجداد لتراه يستمتع هنا بشرب الشاي عبر استكانة حافظت على شكلها القديم، وهو الأمر الذي يجذبه. أحب أني أشرب كاسة شاي وأسولف مع كبار السن وأستفيد منهم صراحة، ويرجعون للماضي الجميل اللي يسلفونا بأشياء قديمة. يعني أحب أني أشاركهم صراحة بالاستكانات القديمة وستايل يعني ديزاين القديم. بساطة المفروشات وطريقة تقديم الشاي أو القهوة لا تزال تجذب رواد المقاهي الذين يرون فيها حنينا إلى الماضي وذكريات لن تموت. من بداية يعني سني يعني كمتنفس ممكن صغير أنا أجيها لغاية اليوم ما تقاعدنا، وهي تعتبر يعني حلقة تواصلات مع الإخوان ومع الأصدقاء، وتعتبر أيضا حتى أحيانا تلتقي مع أرحامك أحيانا يجون مثل التراث القديم. يعني هو القهاوي الشعبية هذه قهاوي قديمة من أيام الآباء والأجداد، من أيام الغوص، فالقعدة فيها هني هي حق ناس مثلا اللي يحبون الأشياء القديمة. أتذكرنا بالحنين القديم يعني على أيام أبواننا وجداننا وعماننا وأخواننا وأهلنا، كل ما يتصل بها طبعا يذكرك بالحنين. يعني كل ما يتذكر الإنسان الشيء القديم وطفولته والأمور هذه طبعا يكون عنده يعني ردة فعل. ولكن تبقى المقاهي مركزا لمناقشة قضايا المجتمع والساحة، وأيضا ملتقى للمواطنين من جميع الفئات. المقاهي الشعبية تمثل أهمية كبيرة في حياة الكويتيين بشكل عام وكبار السن بشكل خاص، فهي تمثل الحنين إلى ماضي الآباء والأجداد والأصالة والعراقة. ابتسام رمال، الراي.